أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العلي العظيم. الرجل يقول: ابني لا يصلي، بنتي لا تصلي، ماذا أفعل؟ يقول: ابني لا يصوم، بنتي لا تتحجب، ماذا أفعل؟ ابني لا يخمس، بنتي مستطيعة لا تحج، هم يعترض كل أب متدين، كل أم متدينة، وهو أنه يريد أن يكون أولاده متدينين. هذا الهم، يعني الاهتمام، كيف يحققه الإنسان؟ كيف يحقق الإنسان هذا الشيء الذي يبحث عنه؟ قبل أن نقف على نقاط في هذا المجال، هناك ملاحظة بمثابة أرضية لتحقيق هذا الهم والاهتمام. ملاحظة دقيقة جدا أمر عليها بسرعة. الآية المباركة تقول: وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. لماذا الآية المباركة ما قالت واصبر عليها؟ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. الكلمة عندما تكون بمبنى ثلاثي مزيد أحيانا تعطي معنى أكثر، تعطي معنى الشدة، تعطي معنى الكثرة، المبالغة في الشيء.
اصطبر يعني اصبر طويلا، يعني اصبر كثيرا، يعني القضية بحاجة إلى طول بال، طول بالك. القضية ليست يوم يومين، اصبر، لا اصطبر، اصبر كثيرا، اصبر طويلا، اصبر صبرا جميلا. هذه أرضية، الصبر هكذا أرضية. أما النقاط في جواب هذا السؤال، كلامنا ليس عن الصلاة بصورة خاصة، كلامنا عن أنه كيف نتمكن أن نأخذ بأيدي أولادنا في القضايا العملية. كلامنا ليس عن العقيدة، نأخذ بأيديهم نوصلهم إلى بر الأمان، كيف نعلمهم أن يصلوا، نربيهم على الصيام، نربيهم على الواجبات، نربيهم على ترك المحرمات. كلامنا ليس عن الصلاة فقط، ولكن الصلاة نأخذها بعنوان واجهة لأنها أهم الفرائض العملية. أربع نقاط: بكر، شوق، أجب، املأ. النقطة الأولى بكر، تريد أن تعلم ابنك ابنتك الصلاة، ابدأ به وبها في سن مبكرة، ابدأ معهما وهما صغار. البعض يريد أن يعلم ولده الصلاة على أبواب البلوغ، خطأ. يريد أن يعلم ابنته على الحجاب على مشارف سن التكليف، خطأ فظيع. ابنتك في الثالثة من عمرها، في الرابعة من عمرها اشترى لها عباءة، لا تجبرها على التحجب في ذلك العمر، ولكن اشتري لها، شوقها، علمها. علم الصلاة لأولادك في سنين مبكرة. إخواني القضية قضية مراحل، هذه أهم من قضية الزمن. يعني أنت لو بدأت بالطفل، أدخلت الطفل إلى الصف الأول في العاشرة من عمره، خطأ. لماذا خطأ؟ لجهتين: أولا 4 سنوات مثلا المفروض أنه يدخل إلى الصف الأول في السنة السادسة مثلا، في السادسة من عمره مثلا، أنت تأخرت 4 سنوات، هذا الأهون، هذا ليس مهما كثيرا. الأهم من ذلك أنت فوتت مراحل. الطفل يلزم أن يتعلم هذه المعلومات التي يتعلمها في الصف الأول في السادسة من عمره، هذه مرحلة فاتت. في الثامنة من العمر، في العاشرة من العمر، هذه مراحل تالية، هذه مراحل الطفل مهيئ لتعلم أشياء ثانية. إذا أخرت ليس فقط ضيعت من عمره، ضيعت مراحل. المرحلة المناسبة لتعلم هذه الأمور فوتها، المرحلة فوتها، وهذا جدا مهم. هذا أهم من فوات عمره، 2 سنوات 3 سنوات فاتت من عمره، لا المرحلة فوتها. الطفل مهيئ لتعلم الصلاة في مرحلة معينة، إذا فوت تلك المرحلة بتلك الصورة المطلوبة لا يتعلم، لا يتربى على الصلاة. هذه المراحل من يكشفها لنا في المدرسة، في الصف الأول والصف الثاني؟ البشر، أشياء، اعتبارات بشرية إلى حد كبير، بعيد عن
مصادر العلم في هذا الكون. ولكن هذه القضايا طبعا حتى تلك القضايا مذكورة في الروايات الشريفة لو راجعنا إليها، هذه القضايا نأخذها نستلهمها من مصدر علم هذا الكون، من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا المراحل المناسبة لتربية، هذا ليس فقط تعليما، هذه تربية أيضا، لتربية الأطفال على الصلاة، لتربية الأطفال على الصيام، على العبادات. وردت في الروايات الشريفة، أقرأ لكم رواية شريفة واحدة، الروايات الشريفة في هذا المجال عديدة. هذه الرواية الشريفة التي أقرأها لكم، لعل المستفاد من الجمع بين الروايات الشريفة أن هذه الرواية تذكر أبعد مرحلة، يعني يلزم أن لا يتخطى هذا الحد، هذا آخر حد لتعليم الأولاد، لتعليم الصبيان الصلاة والصيام. وإلا توجد روايات أخرى تبين أنه من الأفضل أن الإنسان قبل هذه المرحلة يعلم ويربي، ولكن هذه الرواية الشريفة تبين أبعد شيء، آخر فرصة، آخر فرصة مناسبة، آخر فرصة، هذه المرحلة مرحلة مناسبة لتعلم الطفل الصلاة والصيام. الحديث الشريف في الكافي الشريف بسند أعلى من الأعلى، طبعا هذه القضايا لا تحتاج إلى بحث سندي، أولا لكثرتها، ثانيا لأن هذه القضايا أساسا لا يبحث فيها سندا، الروايات الشريفة يؤخذ بها بصورة عامة في هكذا مباحث. ولكن كمعلومة، الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي ينقل، يقول علي، علي يعني علي بن إبراهيم، أهم أساتذة الكليني، أهم مشايخ الكليني علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، واحد أفضل من واحد، ثقات بل ثقات أجلاء، بل فقهاء ثقات أجلاء، كلهم فقهاء. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال، عن الإمام أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين. في 5 من أعمارهم. يا سيدي يا أبا جعفر، نحن أيضا يلزم أن نعلم صبياننا في 5 من أعمارهم؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. أهل البيت أبناؤهم بناتهم مختلفون، تحملهم خاص، تربيتهم، ينظر إلى الإمام المعصوم، هذه النظرة هي كافية يوميا، وضعهم مختلف، هم يأمرون صبيانهم بالصلاة في 5، ولكن علينا: فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. هذا آخر مرحلة، أكثر من 7 سنين يلزم أن لا يكون. إذا تجاوز هذا العمر فوتت مرحلة على الأقل. إذا في 8 علمت ولدك الصلاة على الأقل فوتت مرحلة واحدة، إذا في 9 لعلك أكثر، 10 أكثر، الوضع تدهور. هذا عن الصلاة. ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني 7 سنين. كيف نأمرهم؟ نأمرهم أن يصوموا صياما كاملا؟ لا، بما أطاقوا من صيام اليوم، إن كان إلى نصف النهار يعني إلى أذان الظهر، أو أكثر من ذلك أو أقل. فإذا غلبهم العطش والغرث، الغرث يعني الجوع، أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. على 7 سنوات يأمرون صبيانهم بالصيام، نحن ماذا نفعل؟ سنتان نتأخر. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم.
نأمرهم نجبرهم؟ لا، ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا. على 9 سنوات يؤمر الصبي بالصيام، على 7 سنوات يؤمر بالصلاة. أولا بكر في التعليم والتربية، تعليم الأمور الدينية، التربية الدينية. ثانيا شوق، التشويق قضية جدا دقيقة وحساسة، يلزم أن يكون في التربية الدينية تشويق، ولكن التشويق يكون أقل من اللازم أحسن من أن يكون التشويق أكثر من اللازم. الإفراط في التشويق مضر وسيء جدا، ضرره أكثر من ضرر التفريط في التشويق. طبعا أصل التشويق ضروري في الأمور الدينية، في التعليم الديني والتربية الدينية، بدون تشويق لا تمشي شيئا، لازم يكون هناك تشويق، ولكن لا تفرط. الإفراط شيء سيء جدا في هذه النقطة، سريعا أمر عليها. ثالثا الطفل إحدى خصوصيات الأطفال بصورة عامة كثرة الأسئلة، بصورة عامة يسأل كثيرا خصوصا في هذه القضايا. حضر أجوبة لأسئلة طفلك ابنا أو بنتا، تقول له صلي في 7 من عمره مثلا أو في 6 من عمره، يسألك لماذا نصلي، شيئا فشيئا يتعلم، يقول الصلاة ليست واجبة علي. الأطفال يعلمون هالأشياء، شيئا فشيئا يتعلمون، يسمع من هذا يسمع من ذاك، الصلاة ليست واجبة علي، لماذا أصلي، صديقي الفلاني لا يصلي، الشخص الفلاني يقول الصلاة ليست واجبة عليك، عمتي خالي عمي ابن عمي. حضر أجوبة. واللطيف، وتعرفون الذي عنده أطفال يعرف هذا الشيء، اللطيف أنه يسأل منك هذا السؤال، في اليوم التالي يسأل منك نفس السؤال، في اليوم الثالث يسأل منك نفس السؤال 20 مرة 30 مرة. أجب على أسئلتي 20 مرة 30 مرة 50 مرة 100 مرة، واصطبر عليها. نفس السؤال يكرره الطفل إلى أن يستوعب، إلى أن يتفهم، تفهم بعمق يحتاج فترة. اصبر، اصبر بطول بال وأجب أسئلته. حل آخر هذا يلزم أن تفعله، كيف تجيب أسئلته؟ انظر وضعك، طبعا هناك أجوبة لهذه الأسئلة. لا أريد أن أدخل في هذا المجال، هذا المجال مجال واسع لأن الأسئلة كثيرة، ولكن كمثال، كمثال أقول الطفل عندما يقول لك الصلاة غير واجبة علي، بالفعل غير واجبة، تقول له الصلاة واجبة عليك، كذب. قل له نعم الصلاة ليست واجبة عليك ولكنها لازمة. تتمكن أن تمثل له بأمثلة، تقول المدرسة غير واجب عليك، واجب تذهب إلى المدرسة؟ لا، ولكن لازم تذهب إلى المدرسة. يجب عليك أن تأكل طعاما، أن تأكل طعاما على الغداء على العشاء؟ لا، ليس واجبا ولكن لازم، كمثال أقول. أو أجوبة أخرى، فرق له، العب بالكلمات، طبعا الكلام يلزم أن يكون واقعيا لا تكذب عليه. ثالثا حضر أجوبة لأسئلته، خصوصا خصوصا مع هذا الوضع الفاسد المرهق في مجتمعاتنا حتى المتدينة للأسف. أنت تقول له صلي، 20 شخص يقولون له لا يلزم عليك أن تصلي، خالته تقول له، عمته تقول له، جده يقول له، ابن عمه يقول له، صديقه، صديق أبيه، لا أتركه، البنت لماذا تعقدها، لا تحجبها، موج من الإفساد،
موج، أنت واقف أمام موج من الإفساد في مجتمعاتنا المتدينة، هذا ناهيك عن المجتمعات الأخرى. فيلزم أن تكون مهيئا إذا تريد أن ابنك ابنتك لا يتعبانك في مستقبلك، هيئ لأسئلتهم الدينية أجوبة بمقدار فهمهم. هذا ثالثا. النقطة الأخيرة والرابعة وهي نقطة بالغة الأهمية، أثرها كبير جدا، ولكن المشكلة أن الأثر بطيء جدا. املأ حياة أولادك بالأجواء المرتبطة بالصلاة، بالصيام، بالخمس، بالواجبات، بترك المحرمات. يعني ماذا؟ يعني الصلاة أذكرها بمناسبة وغير مناسبة، أذكر ما يرتبط بالصلاة بمناسبة وغير مناسبة. مثلا جالس أنت مع أهلك تتحدث عن قضية عادية، على الغداء، على العشاء، في قعدة عائلية، طفلك عندك، تريد أن تقول لهم البرتقال مثلا، البرتقال سعره ارتفع مثلا، قضية عادية. قل، إذا طبعا كان هذا واقعا طبعا، قل لا تكذب، قل أنه كنت في المسجد، أذكر المسجد، فالشخص قال لي البرتقال سعره ارتفع، أذكر المسجد. كنت في السوق وقت أذان الظهر، ذهبت إلى المسجد، رأيت صديقك، تذكر مسجد. رأيت الشخص المصلي الفلاني، تريد أن تقول أن المعلومة الكذائية سمعتها من فلان شخص، قل أنه كان يصلي بعد الصلاة سمعتها من، أذكر الصلاة، أذكر المسجد، أذكر المئذنة، أذكر الأذان، القضايا المرتبطة بالصلاة أذكرها بصورة خلفية الكلام، لا الصورة الأمامية للكلام. الكلام عن سعر البرتقال، ولكن توحي إليه أنك ذهبت إلى المسجد. هذا شيء ما أعظمه من مؤثر في نفس الإنسان. هذا الذي يصنع خلفية الذهن، يصنع العقل اللاواعي. عندما تقول له البرتقال، تتحدث عن سعر البرتقال، تتحدث عن الخبر الفلاني، في الأمامية الذهنية ما الذي يسجل؟ يسجل أن سعر البرتقال ارتفع، ولكن الأمور الخلفية التي ضمنا ذكرتها تسجل في خلفية الذهن، وهذا تأثيره كبير جدا، ليس أقل من تأثير أن تأمر ابنك بصراحة بالصلاة. اصنع له أجواء الصلاة بمناسبة شيء ثاني، سمعه الأذان لا بمناسبة الأذان. لا تريد أن تسمعه شيئاً، ائتب الأذان. الخلفية الذهنية تأثيرها على المدى البعيد أكبر من تأثير الأمامية الذهنية. العقل اللاواعي تأثيره أكثر من العقل الواعي، وهذا ما يصنعه المفسدون. يقال، لعلكم سمعتم هذا الشيء، هذا شيء مشهور، أن هناك جهة في الكنيسة، لعلها في الفاتيكان أو في مكان آخر، جهة فيما يرتبط بالكنيسة الكاثوليكية. هذه الجهة طبعا تمتلك مليارات من الأموال سنويا تدفع، الآن ليس ببالي المبلغ لأنه يذكرون، مئات الملايين تدفع سنوياً لشركات صناعة الأفلام، الشركات العالمية الكبرى، بعض الشركات الكبرى، لتجعل في كل الأفلام التي يصنعونها جزءاً متفق عليه بينهما للكنيسة. بهذه الصورة، بصورة الخلفية في الفيلم للأمامية. يعني ماذا؟ يعني مثلاً 1%، مثلاً يتفقون على أنه 1% من كل فيلم تصنعونه، 1% من الوقت يكون مخصصا للكنيسة، لما يرتبط بالكنيسة بصورة متفرقة طبعا، ليس 1% في مكان واحد في الفيلم، لا، مقطع
ربع دقيقة، مقطع آخر 10 ثواني، مقطع آخر نصف دقيقة. مثلا نجم الفيلم يمر من شارع، يمر من أمام كنيسة، بيّن أنه مر من أمام كنيسة. التركيز على ماذا؟ على نجم الفيلم، ولكن خلفية الفيلم كنيسة. في مقطع ثالث تسمع صوتا، شخص يسمع صوت، المشاهد يسمع صوت شخص يقرأ الكتاب المقدس عنده، وأمثال هذه اللقطات. المهم أنا لي، أنا ككنيسة لي حصة 1%، 2%، 3%، أي نسبة من كل فيلم تصنعه هذه الشركة. هذا غاية في الأهمية. هناك هذا الشيء يذكرونه في أكثر من علم، في علم الاجتماع يذكر، في علم النفس يذكر، في علم التربية يذكر، لعله في علوم ثانية أيضا. اليوم يعني منذ سنوات قريبة هناك محاولات لجعل هذا الشيء علما مستقلا، يسمونه بعلم تكوين المعرفة. هذا سابقا كان ضمنا يذكر في علوم، اليوم أكثر من كتاب كتب عن علم تكوين المعرفة، كيف تكون المعرفة في نفس الطفل وفي نفس الكبير، ليس فقط الطفل. هذا علم أصبح اليوم محاولات لجعله علما مستقلا، لكثرة فروعه، لكثرة تفريعاته، لكثرة مسائله، لكثرة التفاصيل التي وصل إليها البشر اليوم. علم تكوين المعرفة، أقول لكم عبارة من سطر ونصف. الصور الذهنية التي تنطبع على الخلفية الذهنية، أولا تحركك نحو عمل، دققوا في العبارة، ثانيا ليس فقط تحركك نحو عمل، توجد فيك صفة، ثالثا وهو الأهم قد تصنع، دققوا، قد تصنع شخصيتك التي تبقى معك إلى آخر عمرك. الصور الذهنية التي تنطبع في الخلفية الذهنية غاية في الأهمية. هذا الذي يسمى بالعقل اللاواعي، شيء مؤثر جدا، ومن الصعب أنك تقلع نفسك من تأثير الخلفية الذهنية. تتمكن أن تقلع نفسك مما انطبع على الأمامية الذهنية، على العقل الواعي، أما أن تقلع نفسك مما انطبع في لاواعيك صعب جدا، صعب جدا. تحدثنا على ما ببالي أكثر من مرة عن هذا الموضوع، أنه مشكلة البعض يعاني من مشكلة ارتكاب معاصي ويتألم، يريد أن يترك المعصية لا يتمكن. لماذا لا يتمكن؟ لأن الشيء انطبع في الخلفية الذهنية، هو يحاول أن يعالج المشكلة في الأمامية الذهنية لا يتمكن، يحاول أن يعالج المشكلة بالمنطق، يفكر منطقيا، لماذا أنت ترتكب هذا الذنب؟ ذنب شيء سيء، لماذا تفعله؟ في الأمامية الذهنية كقناعة، توجد قناعة، لا يتمكن أن يقلع نفسه، يحل مكانا والمشكلة في مكان آخر. الخلفية الذهنية إذا تربيت تربية صحيحة عظيمة جدا لا تتغير بسرعة، إذا والعياذ بالله تربيت الخلفية الذهنية تربية سيئة، من المشكل أن يقلع الإنسان نفسه. بكر، شوق، أجب على أسئلته، املأ حياته بالصلاة، بالصيام، بالشيء الذي تريد أن تربيه عليه. كلمة أخيرة لي وحديثان شريفان. الكلمة الأخيرة أقولها بهمس للآباء والأمهات بصوت خافت. الأولاد لا يسمعوا هذه الكلمة، هذه الكلمة للآباء والأمهات. لا أكلمكم أنتم المؤمنون المتدينون
لا أكلم النساء المتدينات المؤمنات الأمهات، أكلم نفسي وأكلم من على شاكلتي. نحن نحب أن يرتقي أبناؤنا بناتنا في المجال الديني، أن يكون اليوم عندهم أحسن من أمسهم في صلاتهم في عباداتهم. طبعا هذا طبيعة الإنسان، طبيعة الأب طبيعة الأم، الحب المفرط بين للأب بالنسبة إلى أبنائه، للأم بالنسبة إلى أبنائها بناتها، يجعل الإنسان يحب هذا الشيء، هذا شيء طبيعي. ولكن نحب أن أبناءنا يرتقون، أن بناتنا يرتقين، أنا وأمثالي أيضا نرتقي أم لا؟ وقفنا عند حد معين خلاص 20 سنة صلاتي بهذا الوضع، 30 سنة صيامي بهذا الوضع، أبد ما تغير. يعني ماذا؟ يعني أنا صرت مثل سلمان مثلا سلام الله عليه، صلاتي مثل صلاة سلمان، صيامي مثل صيام أبي ذر؟ يعني وصلت إلى القمة خلاص بعد لا يوجد مجال للرقي؟ لماذا أطلب من أبنائي وبناتي أن يرتقون ويرتقين ولكن أنا لا أرتقي؟ لا أقول يوميا نرتقي، بالشهر مرة، بالشهرين مرة. يعني صلاة اليوم يلزم أن تختلف عن صلاتي قبل شهرين إلى الأفضل؟ لا، لا شهر لا شهرين. بعضنا من أمثالي سنوات تمر على نفس الوضع خلاص أبد لا يوجد صعود. ابني كان يصلي صلاته في دقيقتين، أحاول معه أن يطول صلاته، صلاته تكون في 3 دقائق في 4 دقائق، بتأني يصلي، ولكن أنا أبد هي هي. نطلب من غيرنا من أبناء وبنات، ويلزم أن نطلب، هذا طلب في محله، أن يرتقوا ولكن القضية تصل لي لا رقي. أقرأ لكم حديثين شريفين أختم كلامي. الحديثان في كتاب الكافي. الحديث الشريف الأول عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض. كم الصلاة جميلة، كم الصلاة رائعة. لماذا نزلت الرحمة من أعنان السماء؟ يعني ماذا من أعنان السماء؟ الرحمة من الله عز وجل تنزل على الخلائق كقطر المطر؟ لا، مليون ضعف قطر المطر، مليار ضعف قطر المطر. رحمة الله كم هي؟ أصلا غير ممكن التفكير في إحصائها، لا أقول إحصائها، إحصائها أصلا غير ممكن. فكر فكر، تتمكن أن تحصي رحمة الله التي تنزل على الخلائق؟ الرحمن الرحيم، الرحمة الواسعة، الرحمة المستمرة الشاملة المستمرة، الرحمن الرحيم. ولكن هذه الرحمة للمصلي تنزل رحمة طازجة من عنان السماء، تنزل من عنان السماء، مكان معين أو شيء معنوي أو جامع بين المكان والشيء المعنوي، الله العالم. إجمالا شيء رحمة طازجة تنزل للشخص المصلي. إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وحفت به الملائكة وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل. إذا كان يعلم في ماذا هو ما كان ينفتل عن الصلاة، ما كان يترك الصلاة. في نسخة أخرى: من فتل ولا سره أن يرفع رأسه من السجدة. يحب لو كان يعلم ما هو فيه من الشيء العظيم ما كان يسره أن يرفع رأسه من السجدة. الصلاة جدا جميلة، جدا رائعة. حديث شريف آخر عن سعد الخفاف عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهم الصلاة والسلام قال: يا سعد تعلموا القرآن. حديث مفصل
لعله صفحتين تقريبا، أقرأ لكم مقطعا من الحديث. الآن يقول: قلت جعلت فداك. الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن له أن القرآن يتكلم، يتكلم يتكلم كلام في يوم القيامة، القرآن يتكلم ككلامي أنا ولكن بصياغة ثانية يتكلم تفصيل. الإمام بيّن له تفصيلا في كلام القرآن، ماذا يقول القرآن، ماذا يردون عليه، كيف يرد عليهم، كلام مفصل. يقول سعد: قلت جعلت فداك يا أبا جعفر، وهل يتكلم القرآن؟ القرآن يتكلم يتكلم يعني. فتبسم عليه الصلاة والسلام. أنا أقول تحليلي للتبسم أنه أنا نص ساعة جاي أقول لك شنو، الإمام يبين أنه القرآن يتكلم، الناس يردون عليه ثم يرد عليهم ثم يردون عليه ثم يرد عليهم، يذهب إلى الأنبياء يذهب إلى الشهداء، تفصيل. أنت تقول القرآن يتكلم؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، لعله إشارة إلى هذا المعنى، رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل تسليم، الشيء الزين فيهم أنهم يسلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أنت تسأل يا سعد أن القرآن يتكلم؟ نعم القرآن يتكلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم يا سعد، والصلاة تتكلم، ليس فقط القرآن يتكلم، الصلاة أيضا تتكلم. عجيب. ولها صورة وخلق، تأمر وتنهى. قال سعد: فتغير لذلك لوني. أنا أسأل القرآن يتكلم أم لا؟ الإمام يقول حتى الصلاة تتكلم، الصلاة تأتي بشكل وتتكلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أسمعك كلام القرآن؟ تريد أن نقول لك القرآن كيف يتكلم؟ ليس فقط القرآن كيف يتكلم، القرآن يتكلم والصلاة أيضا، في هذه الآية الصلاة أيضا تتكلم. قال سعد: فقلت بلى صلى الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام، قرأ آية قرآنية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالنهي كلام، الصلاة تنهى، والفحشاء والمنكر رجال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ما هو تفسير هذه العبارة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ونحن ذكر الله ونحن أكبر. الله صلى على محمد وعلى محمد، محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هؤلاء الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أن يجعلنا من المصلين، وأن يجعلنا من المطيعين، وأن يجعلنا من المتعبدين، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.